تحية إلى المشاهدات والمشاهدين، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من هذه السلسلة الموسومة بالعنوان سيرة شفوية أو سيرة محكية، وهي تندرج ضمن سلسلة لقاءات المركز الدولي للتربية الابتكارية ICIE مع العالم الفيزيائي المبدع الأستاذ الدكتور همام بشارة غصيب، وهو من العلماء الذين كانت لهم إسهامات رفيعة المستوى ومبدعة على المستويين المحلي والعالمي في مجالات مختلفة، ومنها الفيزياء والتعريب والثقافة العلمية والحياة الأكاديمية والبحث العلمي والإدارة والقيادية وغيرها من مجالات سيتم تسليط الضوء عليها في هذه اللقاءات العفوية والمباشرة التي ستعرض تباعاً بوساطة هذه القناة. تنبني هذه الحلقة والحلقات اللاحقة على جملة محاور مهمة، حيث نقوم بتغطية كل محور من خلال مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي يجيب عنها أستاذنا الإنسان بالصراحة والشمولية والشفافية والمصداقية المعهودة فيه. كثيرة هي المواقع التي شغلها الأستاذ الدكتور همام غصيب، ومن أبرزها مستشار سمو الأمير الحسن بن طلال، عضو مجمع اللغة العربية الأردني، رئيس تحرير المجلة الثقافية، أمين عام منتدى الفكر العربي، أستاذ زائر في جامعة كورنيل الأمريكية، وأستاذ زائر في مركز الفيزياء النظرية في ترياستا بإيطاليا، ورئيس قسم الفيزياء وعميد البحث العلمي في الجامعة الأردنية، ومؤسس مدرسة البتراء الدولية في الفيزياء، وعضو مؤسس في الجمعية الأردنية لتاريخ العلوم، وعضو اللجنة الوطنية لتطوير المناهج، وغيرها من المواقع. ونرحب بأستاذنا الكبير والعالم الجليل الأستاذ الدكتور همام غصيب، وسنبدأ الحوار معه الآن بسؤالنا الأول. سؤالنا الأول في هذه الحلقة حول ما الذي دفعك إلى العمل بصورة مكثفة على التشبيك العلمي الدولي بين الأردن من ناحية والمؤسسات والمراكز العلمية العالمية من ناحية أخرى؟ شكرا جزيلا. تشبيك نتوركينج، أن نشبك يعني أن نتواصل، هنا أن نتواصل علميا. طبعا الآن له معنى أعمق وأوسع من الوقت الذي نتحدث عنه، يعني بمنتصف السبعينيات من القرن الماضي عندما عدت إلى الجامعات الأردنية بشرت العمل في شهر 10/75 عام 75 وتسعمائة وألف كما يقولون. لكن مع ذلك التشبيك كان وجاهيا، كان أقرب إنجاز التعبير، وإضافة إلى ذلك كان ضروريا برأيي حتى أكثر، لأنه الخطر كان أن ننعزل. عندما عدت إلى كنت عازما أن نضع مجتمعنا العلمي، جماعتنا العلمية، التخصصات التي نعرف شيئا عنها على الخريطة الدولية بالشكل الصحيح، بمعنى أنه أن لا نخدع أنفسنا ونعزل أنفسنا ونقول نحن هنا، نحن مركز الكون ولا نعرف ماذا يدور في العالم، وإذ نكتشف أننا متخلفون جدا عنهم في أمور كثيرة. الخداع النفس هذا خطر دائما، خصوصا في دول مثل دولنا، الدول النامية، لأن طبعا كنا نسميها دول العالم الثالث آنذاك. فهذه نقطة. النقطة الثانية أنه كان الواحد يفكر بطلابه. البرنامج دراسات العليا عندنا بالفيزياء كان ماجستير، ولم يكن إلا جامعة الأردنية وجامعة اليرموك فقط، لا جامعة خاصة ولا جامعة مؤتة ولا جامعة رسمية، إلا عندنا هاتين الجامعتين. فعلى هذا الأساس كنت أفكر أنه إذا الواحد بدأ إشرافا على طالب ماجستير يجب أن يكمل مشواره، بمعنى أن يحوز أو ينال الدكتوراه في جامعة أوروبية وأمريكية، جامعة مرموقة. فهذا كان اعتبارا مهما جدا. اعتبار آخر أنه الواحد لاحظ، أنا لاحظت أن عددا من زملائي مع الأجانب في جامعتي، جامعة مانشستر بإنجلترا،
كانوا على قدم مساواة معي، أو حتى يمكن كنت لا تؤاخذني متقدما عنهم. إنما بعد سنوات، يعني سنوات معدودات، وإذ بهم يتقدمون أكثر وأكثر من الواحد منا في بلده، لأنه في تقويم، عندما يراسل، عندما يحضر مؤتمرات يراسل مجلة مرموقة إليها، في تحكيم، والتحكيم نوع من التعليم، يعني يعلمنا وينضجنا، نشعر بأننا ننضج، لكن لا نبقى مكان كسر أو نعود إلى الوراء إن لم نحرص على التواصل العلمي. وفي كانت مراكز دولية تستقبلنا، نتفاعل معيننا دائما منذ أن كان العلم، لابد من التواصل وحتى العلاقات الشخصية والفرق. نحن نعمل بفرق كفرق كما تعلم، يعني هذا العمل الفردي إلا في بعض الحالات، لكن أغلبية الأعمال العلمية بفرق بحثية، وفرق الآن تصبح كبيرة جدا، بعض التخصصات جاوزت الآلاف، 3000، يكون 3000 اسما على عمل في فيزيكال ريفيو لاتس، في فيزياء الجسيمات، فيزياء الطاقات العليا، في زماني كان أكثر من 200 300 إلى آخر. الآن تصور يعني تضاعف كذا مرة، 10 أضعاف. فهذا مسألة التشبيك دائما، حتى في تجد في تراثنا والتراث الصيني غير التفاعل بين العلماء، نوع من التشبيك، حتى يجب الواحد أن ينظر في ذلك. وحبذا لو سمح الوقت، وكتبت شيئا عن الموضوع، يعني دبلوماسية العلم، كل معنى الكلمة الدبلوماسية في العلم، ومن أجل العلم والعلم في الدبلوماسية، هذا نوع من التشبيه بأبعاد أكبر بكثير مما نظن. فنحن إذن نتبع ما اتبعه أسلافنا وما اتبعه العلماء منذ كان. فهذا غيض من فيض. والإضافة لذلك أنه نحن مثقلون بأعباء كثيرة، وطبيعة مجتمعاتنا لا تسمح بأن ننقطع أو تقريبا ننقطع إلى العلم. وإن أنت لم تنقطع إلى علمك إلى حد كبير، لا يصح عن أسراره، لا يعطيك شيئا. هذا بكلماتي مقولة مشهورة الإمام الشافعي. فهذا العلم أي علم، فبهذا إنه لهذا السبب إحنا عندنا مجتمعاتنا تتجاذبنا أمور كثيرة، أمور اجتماعية أكثر في طبيعة مجتمعنا. وإن لم نحرص على التواصل عالمي، هذيك الأيام ما كان إلا بالبريد، إلا بالزيارات مثلا في الصيف، إلا بحضور مؤتمرات، ودائما في صعوبات في حضور المؤتمر، نواحي مادية، نواحي لوجستية، أحيانا الجامعة تقول لك في أي فصل لا تستطيع أن تسافر أكثر من أسبوع واحد، إلا استثناءات محدودة جدا جدا. وأيضا إذا لم تغطى نفقات المؤتمر، بصراحة هذا تفصيل لابد من ذكره، من أين يأتي؟ يعني معظم أعضاء الهيئة التدريسية الغالبية العظمى لا تستطيع تتكفل بسفر الولايات المتحدة ولا أستراليا ولا أوروبا الغربية ولا. فهذه نوع من التشبيه. و لا يقرؤون فقط علماء الخارج، يجب أن تعرفهم شخصيا، يتفاعلون معك ويحكمون عليك إذا ولدت هذه الثقة، كما يفعل الدبلوماسيون مثلا أو القادة أو الساسة عموما. والعلم أيضا باب أولى، حتى لابد أن يكون التفاعل الشخصي. هذا جزء من التشبيك آنذاك، والآن له معانا أخرى تشبيه. فأقبلت، وكان في ذهني أنه عندنا مشكلة التشبيك المحلي، يعني مؤسساتنا لا، يعني الآن التشبيك أصبحت مؤسسات أكثر عددا وإلى آخره، لكن ما زالت مشكلة قائمة. كيف تشبك محليا داخل بلدك؟ أولا هذا مشكلة كبرى، أن نتكلم لغة مشتركة واحدة، أقصد في تخصصاتنا في علمنا، أن يكون عندنا جسر بيننا وبين أصحاب القرار، بين الممولين إن كان هنالك ممولون، أو بين ساسة، بين إلى آخره،
هذا التشبيك داخل البلد. ثم التشبيك، أنا أؤمن بالعمل العربي المشترك رغم كل المشكلات، رغم كل العثرات، كل النزاعات ما خفي منها وما ظهر بين أقطارنا العربية. للأسف مزقونا ونحن ارتحنا إلى هذا التمزيق بكل صراحة. فالعمل العربي المشترك في العلم، في الأمور، اللغة، المجامع إلى آخره، هذا لابد منه. فإذا التشبيك محليا ثم التشبيك عربيا، نقف على أرجلنا بقدر الإمكان، والتشبيك دوليا وليس إما أو، كلها بشكل متوازن. طبعا أشرت أنت لثلاث مستويات من التشبيك، على المستوى المحلي والعربي وبعدين الدولي، بس أيهما كان بالنسبة لك أنفع وأكثر أصالة وفائدة؟ بكل صراحة الدولي، وجدت الموضوعية هناك، وجدت أيضا أنه كما قال رحمه الله أحمد زويل، أنه هناك يبقون وراك، وراءك يبقون وراك يلحقون عليك حتى تنجح، حتى إذا بدأت من مستوى غير ناجح. هنا بالعكس، هنا إذا كنت ناجحا يبقون وراك حتى تصبح من الفاشلين. حكى هذا ما معناه، يعني مقولة، وهي مقولة تصدق وما زالت تصدق في كثير من الأحيان. فإذا هذه نقطة. النقطة الثانية أن هناك الفرص أوسع بكثير في موضوعاتك. لاحظت أن هنا نوجه، يعني إذا مثلا تلقيت مساعدة من بلد أوروبي، ألمانيا أو غير ذلك، مثلا مسارع صغير فاندي غراف، يوجهون كثيرا من أعضاء الهيئة التدريسية لأنهم يريدون أن يترقوا، وهذا أبسط الطرق، أبسط الطرق، يدربونهم ويديرون هذا المرفق، هذه الآلة، وينتجون ما هو مطلوب لأغراض الترقية. فإذا يوجهوننا، لأنه أحيانا يكون جهاز متقدما جدا، ليس الجهاز بحد ذاته قد يعمل، أو المرفق، إنما وين المشكلة؟ المشكلة أنهم كأنهم يقولون لك أنت مجبور، أنت مرغم بكرة أن تغير موضوعك إلى هذا الخط الذي يكون أدنى، يعني قد يكون حتى تطبيقات شخص أو طالب نجيب في البكالوريوس يستطيع أن يدير كل هذا. وعندنا تجارب حية، يعني أنا في ذهني تجارب حية قد نذكرها في سياق آخر أو في معرض الرد على سؤال آخر. هناك أنت تختار، أنت حر طليق، أنت تختلط مع علماء، بعضهم علماء كبار كبار، وهذه تجربة شخصية، تستفيد حتى من كلمات معدودات منهم، تستفيد من طرق طرق تفكيرهم. وفي حتى كانت المكتبات هناك ممتازة جدا، إحنا مكتبة الجامعة الأردنية يعتز بها، فخر بها، لكن هناك مكتبات متخصصة، يعني أنت فيزيائي تجد مكتبة متخصصة تماما، ولو قضيت كل اليوم لا تمل ولا تشبع ولا تكل. فالتفاعل أكثر، أفاقك أوسع بكثير، فتقابل من جد الدول، خصوصا أنه في بعض المراكز لا تجد، أحيانا تجد عمالقة، يعني تقرأ أعمالهم ولا تحلم أن تقابلهم، أن تتكلم معهم، أن تتبادل أفكار. وعندما تعطي هناك ندوة، التفاعل يكون أفضل بكثير، لأنه ما يحضرها معظم الحاضرين يكونون من المتخصصين مباشرة. هنا قد تجد أحدهم يأتي من خارج يعطي مثلا ندوة، تجد أنه والله يجب أن يكون حضور معقولاً احتراماً لضيف وهكذا. وتخصصات يعني ليس الفيزياء، ما هو الفيزياء بحر محيط مثل أي موضوع آخر، يعني في أحياناً التخصصات الدقيقة كن فيزيائياً وقد لا أفهم هذا التخصص ذاك إلا بشكل عام جداً جداً جداً. هناك لا، في مجال أوسع،
إضافة لأنه انضباط أكثر، وتكون حرا في وقتك، أنت تذهب لهذا الغرض، تعطي كل وقتك لهذا النشاط. فلهذا السبب كانت أجدى، ليس لي أنا، دائما أفكر بغيري الطلبة ثم يأتي دوري، فكان أنفع للطلبة. كثيرون وجدوا فرصة عن طريق هذا التفاعل، عن طريق هذه السبل والدروب المختلفة، حيث أنه سنحت لهم الفرصة كي يتابعوا للدكتوراه، يتابعوا دراستها. فهي كانت أجدى لي وللطلبة الذين أشرف عليهم، وعموما للأجواء العامة، تجعلك على الأقل على تواصل مع آخر التطورات. القراءة مهمة، لكن التفاعل شاهي من تجارب جميع من أعرف أجدى كثير من الأحيان، أسرع وأجدى، وتضع إصبعك على أهم النقاط، فلا يعوض، ليس إما أو مرة أخرى. يعني القراءة مهمة، المتابعة مهمة، إنما التفاعل الشخصي، وأحيانا العمل الذي ينشر يكون قد مضى شهور على إنجازه في مخطوط أولي وبين نشره الفعلي. فأنت عندما تقرأ المنشور يكون قد مضى شهور أو أكثر، أنت تكون وراء متخلفا بهذه سنة، مثلا سنة زمان، عن زملائك في هذا الموضوع. هذه يتراكم، وتجد نفسك يعني كأنك تعيش في قرن ماضي. فلهذا السبب التشبيه كان أجدى بكثير. حرصت أن أبقى على تواصل خصوصا بتلك الأيام مع زملائنا العرب، لأنهم يعرفون طبيعة المشكلة، كلنا في الهم شر. ومثلا كنت أقابل عددا منهم، لكن أيضا التفاعل كان أجدى معهم في الخارج وليس في دول العرب. تصور المفارقة، يعني معظم من عرفتهم عن طريق مراكز دولية بالخارج، قابلتهم بالخارج. تصور. يعني من كلامك في جملة منطويات يعني ينطوي عليها الكلام، أولا أنه مبادرة التشبيه كانت تتمتع بأصالة، يعني من شخص على درجة عالية من الكفاءة يحاكي الأكفياء في مراكز علمية عالمية، هاي من ناحية. لكن أنت لما دخلت في التشبيك كان عندك أيضا وعي تام بمسألة الهيمنة الثقافية، وخاصة أنه نعرف معظم المراكز العلمية العالمية بتفرض شروطها، لكن أنت ما يعني ما امتثلت لهاي الشروط، بل دخلت في مسألة التشبيك بشروطك الخاصة، بمشروعك الخاص، بتوجهاتك الخاصة، الغرض منها تحقيق المنفعة المتبادلة. نعم. وليس الاستجداء. أحسنت، أحسنت التعبير. هي ليست مسألة التفكير بالترقية بضع أوراق علمية، وأن بطريقة أخرى كأنه علاقات عامة، أن أقترن بمجموعة ما ولا أعرف تماما ولا أتعمق ولا أستطيع أن أناقش هذه الموضوعات على مستوى عال جدا، وأترقى. الترقية تكون للمجموعة التي عملت بها، مثلا في فترة قصيرة، والله خمس ورقات علمية، خمسة بحوث إلى آخره. حسنا، لكن هذا ليس من دواخلنا، ليس من ذاتنا، من ذواتنا، بمعنى أنه كما قلت ترقية ليست لي، لا أستحقها تماما، أنا عضو صحيح، يعني قد أكون مجرد صمولة ولا مجرد برغي صغير، يعني لا أكون منتجا بحق. فصحيح نوع من التدريب، نوع من التدريب، لكن يكون أفضل بكثير عندما يكون في ندية، نوع من الندية. طبعا قد تكون صعوبات، لكن شيء، أنا أقول شيء من الندية، ما خطوة خطوة. لو ركزنا على الموارد البشرية، تعبير على كل شفة ولسان، لكن فعليا جهاز، أنا أذكر
أحد العمداء مرة وكنت رئيس قسم ونجتمع، وكان هو أميني، قال أعطونا أجهزة ونعطيكم جوائز نوبل. قلت لا لا، لأنه كنت في بصدد طلب 3 شهور لبعض أعضاء التدريس أن يتدربوا في مركز دولي. مركز دولي، يا فلان يا فلان، أنت تبني العقول أولا، العقول، وهي ومن ثم ينطلق كل شيء. من هنا نبدأ، من هنا نبدأ، ولا نظن أن الدكتوراه هي سدرة المنتهى. الدكتوراه مجرد بداية، بداية. ونحن نقول نطلب العلم من المهدي إلى اللحد، نحن نقول إنه هذا علم متسارع، متإيقاع سريع جدا، كيف نلحق به، كيف كذا. اللهاث وراء هذه المؤشرات الآن فيها كثير من الأمور تذهب أدراج الرياح، لا لا يجوز هنالك تأصيل ولا تأذيل. التجربة الهندية كانت غير من دواخلهم، التجربة الصينية، التجربة الكورية، كوريا الجنوبية، وهكذا. عندنا تجارب الأمم، انظروا إليها، تمعنوا بها. أما أن نبقى أنا لا مش والله عندنا بحوث عندنا كذا، طب يعني ما هي تلك البحوث؟ ما هو إنجازنا؟ ما هو ما هي مساهمتنا الفعلية في هذا؟ إذا كانت مساهمة على قدم مساواة في الفكر الموجود، في المضمون الحقيقي، في حتى الطرائق، تكنيكس، تقنيات الموضوع، طبعا هذا شيء يحترم ويقدر. لكن لما يكون روتين وانت كأنه استجداء، كلمة على رأس المسمار، كأنه استجداء. أنا دافع الوحيد ترقية، ما عندي رؤية، ما عندي حتى، لا أعرف متى أوجه ومتى لا أوجه، ما. يعني وعي وغير وعي. طبعا بعض الزملاء يقولون لا نحن واعون، نحن كذا، هذه مشكلة كبيرة. يعني الواحد يقول بعد كل هذا العمر إنه طويل مجتهد، ليس عن عمل، لأنه هو طويل، كل يوم يبدأ معركته من جديد، كل يوم في أمور كثيرة تجدها فوق طاقته، أمور كثيرة. لكن لهذا السبب بناء الجماعة العلمية مهم جدا، والتشبيك يساعد لذلك. ومثلا اليابان في وقت ما اختاروا التخصصات التي يودون، التي يهدفون إلى النبوغ فيها أو إلى وصول أعلى المستويات فيها، تنافسية على مستوى العالم. هذه كانت سياستهم، نحن نذكرها ونقرأها، لكن فعليا أبعد ما يكون التشتت. أشير كذا مرة، المرحوم أنطوان زحلان كان مهتما بهذه المسائل ويشير إليها، وغيره وغيره، عدد كبير ممن نعرف ومن لا نعرف، مثلا يشيرون إلى مفهوم الكتلة الحرجة، critical mass، إنه حتى تنجز جماعة يجب أن يكون عندك من المهارات، من الأشخاص، من الكفاءات حد أدنى. هذا الحد الأدنى الذي ينتج أقل منه يكون كأنه حراثة في البحر، وهكذا. فهذه تجربة الواحد يعرفها تماما من الداخل. والنقطة الأساسية أنه لا نتعلم الدرس، وهذه المؤسسات الكبرى تسيطر ليس علينا، على الدول، حتى بعض المجموعات في الدول التي نفترض أنها متقدمة جدا علميا، لأنه في رأس مال ضخم وتجارة ضخمة جدا. هذه مسألة المؤشرات ومركز الجامعات، هذا رقم 500 وخصم، ماذا يعني ذلك؟ هل نحن نستقطب ناس من جامعة هارفارد وجامعة ييل وجامعة من MIT ومن كذا، أنهم يقدون إجازات من إجازات التفرع العلمي عندنا؟ هذا لا يحدث، نحن نحج إليهم إنجاز، نحن، لأنهم هم الذين يشرفون أو في مشارف العلم الأولى، الخطوط الأمامية الأولى. إلا ما ندر في بعض التخصصات النادرة، وليست فيزياء بالذات يعني. فهذه النقطة، لهذا السبب يجب أن نحرص. لا طبعا يجب أن نتعاون، يجب أن نشبك مرة أخرى بالمعنى، يعني مثلا الفيزياء الفلكية تشبيك أحيانا لابد منه على مستوى عالم، إنه أنت
عندك مهمة هنا مثلا في صحراء الأردن وادي رم، وواحد في أستراليا لو عنده مهمة جدا لأغراض محددة فلكية. أحيانا يكون التشبيك آنيا وعلى مستوى عال، هذا نوع من التشبيه. أحيانا أنت تنجز وتكون منبع أفكار، وغيرك في ألمانيا ولا في إنجلترا ولا في أمريكا وكذا، يصبح تبادل احترام وتبادل ندية ونوع من الندية. يعرفون أن ظروفك أصعب مثلا، لكن يعرفون أن أنت مادة خام وحتى أكثر مادة خام أحيانا. فهذا نوع التفاعل الذي يصنع شيئا. أما أن أكون على مجموعة وأقول أنا أنتجت وكل شيء أنا وأنا وأنا مركز الكون وأنا، يعني هذه أمور مثبطة أو مثبطة إلى ما صحيح محبطة، وإضافة لذلك أذتنا كثيرا. هل تعتقد أنه التشبيك على المستوى الفردي بصفتك شخص حمل مشروع حضاري استطاع تكوين نواة جماعة علمية، لكن الظروف المحيطة كانت مثل ما تفضلت ظروف محبطة من ناحية، من ناحية أخرى مستوى المقاومة كان عالي لأسباب شخصية، يعني كان مثل ما كنت تعبر عنها دائما افتعال معارك البديهيات من ناحية، لكن في هناك ملاحظة أنه تمكنت من تشكيل جماعة علمية حتى لو كانت صغيرة على المستوى العربي، لكن ما زالت مستمرة. هاي من ناحية. من ناحية أخرى أنه نقلت اسم البلد للمنصات العالمية بوجودك الشخصي، لأنه يعني بصفتك فيزيائي وإنسان وصل إلى درجة عالية من الإبداع حقق نوع من الموجودية. يعني هذا طبعا من لطفك، وأنت شاهد على بعض هذه الأمور، وأنت جزء من المعارك كما سميتها. هي في نقطة، هي نوع من الحسرة، أتحسر أنه في كثير من البدايات لم تكتمل. أنا قلتها هذه الثلاث كلمات، بدايات لا تكتمل أو بدايات غير مكتملة، هذه تحز في الناس كثيرا. يعني بدأنا خطوطا كثيرة وكلها متكاملة. صحيح أنه الهدف الأول أن يكون معاصرا الواحد كل معنى الكلمة مواكبا في الدوريات العالمية، لأنه الخداع قليل جدا هناك، وإضافة لذلك الموضوعية غزيرة جدا. التحكيم معناه تحكيم بكل معنى الكلمة، ولا تدخل أمور شخصية، وأنت هم لا يعرفونك شخصيا وأنت لا تعرفهم كثير من الأحيان. لكن هذا خط. لكن مثلا كان هاجس النثر العلمي العربي الناصع الواضح، كيف نكتبه؟ مثلا النثر الإنجليزي اللي موجود في مجلات علمية رصينة جدا موجهة للقارئ العام، هذه من أرقى أنواع النثر الإنجليزي. كان هاجسي أن يكون ذلك نثر علمي عربي ناصع، يعني ابن الهيثم كتب حتى قبل أكثر من 1000 سنة، كأنه معاصر في لغتي في كثير من الأمور. عندنا أمثلة القرن 19 والقرن 20. فهذا كان أيضا هاجسا، جزء من الوقت يجب، وليس هذا على حساب ذاك. بعضهم يقولون تشتت، لا، ما هو كلها تصب في النقطة نفسها. مثلا عندما تنظر في بعض الأمور التراثية، لأنه تراث الفيزيائي يجب أن ينظر فيه فيزيائي. إذا أردت مساعدة من شخص باللغة العربية وكذا فليكن عملا جماعيا، لكن المقام الأول يجب أن يكون فيزيائيا وليس متخصصا في اللغة مثلا فقط. بعضهم يقولون أن هذه ماضوية. أين ماضوية؟ تكون منطلقا كالصاروخ؟ طبعا لا، لكن هي جزء من الرؤية، كل متكامل. ولابد أن لا تنسى أن بلدك أيضا
يتطلبك أحيانا في مناهج، في كتابات محددة، حتى في الفيزياء والتنمية. يعني أذكر في المركز الدولي للفيزياء النظرية في ياسا محمد عبد السلام رحمة الله عليه، الذي نفتقده كثيرا، عملاق الإنسان العظيم والفيزيائي الكبير، بدأ خطا بعنوان Physics and Development، فيزياء والتنمية، Physics and Development، وكلف أن أكثر شيئا طبعا عن بلدي عن الأردن، والوقت دائما ضيق، لكن هذه أيضا تفيد كثيرا. وحتى الورقة تسربت إلى بعض المسؤولين هون بطريقة أو بأخرى، يمكن نفس عبد السلام كان على تواصل مع آلية القوم، وأثرت وتؤثر، لأنه كان فيها بعض الأفكار التي قد توائم وتلائم دول العالم الثالث عموما، دول النامية عموما، وأيضا وضعت الأردن بشكل موضوعي أيضا على الخريطة بالنسبة لغالبية العظمى، يعني على الأقل فتحت أذهانهم على شيء، أنت تؤدي خدمة ولا قد لا تشعر بأثرها المباشر فورا، لكن تتراكم ورأسا تظهر، والكل يساهم بطريقته. يعني أنا لا أنكر جهودا كثيرة في هذا الصباح، كل جهود مخلصة لا تضيع أدرا، أما إذا كان الشيء استعراضيا لا يعيش ولا يد ولو فترة قصيرة، إذا كان الشيء لأنه أنا وأنا وأنا مصلحتي وأنا كذا أيضا لا يدوم وكل شيء هذا، أما إذا كان الشيء فعلا موجها نحو المنفعة العامة، المصلحة العامة بحق، وليس كلاما إنشائيا لا معنى له ولا قيمة له، مجرد دعاية ومجرد، إذا كان من قلب ورب كما نقول يظهر ويثمر. ففعلا المهم النواة الشعلة يجب أن تسلم لغيرك. لهذا السبب كثير من الأحيان يجب الواحد أن يظهر غيره، خصوصا طلب الناشئين، يبديهم عن نفسه، يجب أن يكون بداية، يجب أن يشجع. وأحيانا يقولون أنت تعطي أكثر مما يجب، ودعهم يقفون على قدمين. أقول إذا انتظرت شيئا وتوقعت شيئا كبيرا من أي شخص، يجب أن تعطيه أولا شيئا كثيرا، تعطي الكثير حتى تأخذ الكثير. أما أن لا تأخذ، كيف سيطور نفسه؟ كيف سيطور نفسه؟ كيف سيتعلم تقنيات جديدة؟ كيف سيتعلم لغة الموضوع؟ هي لغة بحر رهيب. كيف سيبدأ بالتفكير؟ كيف سيبدأ يستقل، يعرف أن ما لا يوجد حجة نهائية في العلم، لا يوجد، يعني أنا ولا غيري. ودائما أقول للطالب أنت، نحن مدربون حتى نتقبل النقد للموضوع، الحجة مقابل الحجة. إذا طفل صغير أتى بحجة أقوى من حجتي، انتهى الموضوع. وأنا دائما أذكر باعتزاز ما قاله الدكتور سليمان طرحنا، لأنه عنده اهتمامات كثيرة غير موضوع الهندسة، الهندسة الكهربائية، لا أذكر تماما، في جامعة موتة، وكان يتجول بالخارج جزاء تفرع العلم وغير ذلك، فقط لفصل، أول فصل لي بالجامعة الأردنية، وكنت منتصف العشرينيات، بدأت صغير السن في الجامعة، انتهيت مبكرا، ومناقش، حصة مناقشة عامة، أنا لم أكن أدرس الموضوع، كان عندنا هذا النظام، والأفضل أن الواحد يكون من المدرسي المادة على مستوى 101، يعني مستوى السنة الأولى. كانت القاعة مكتظة جدا، لا يوجد مكان لأي أحد أبدا، مكتظة تماما، بعضهم حتى كانوا وقوفا، وأشرح أمثلة وأحلها على الألو، فمسألة فيها شيء من التعقيد أليت بطريقة ما، قال هل تسمح؟ أنا عندي طريقة أخرى. قلت له هكذا، دعنا نرى ما عندك. فاستحسنت الطريقة، قلت هي أقوى، وأرجوكم هذه الطريقة. نسي كل شيء، هذا الذي الشغل الأمر الوحيد الذي يتذكره عندما يتصل معي آخر مرة من سنة أو سنتين، هذه النقطة التي ذكرها فقط، هي التي رسخت ديني، هي التي أثرت فيه أكثر من كل ما قلته.
كل الكلام، كل الأفذاذ التي أثرت فيه، لأنها نادرة أقولها بكل صراحة. ويجب أن أراقب نفسي، لأنه يجب أنت أن تراقب نفسك وأن تعرف أن هذه فضيلة، وقد تمانع شيء تعود النفس والذات المتورمة، نفس أمارة بالسوء. فإذا يجب أن يراقب الواحد نفسه، وهذا جزء من النواة التي تكلمت عنها. النواة أيضا أن يكون دائما سين الأفكار المتدفقة، وأن يعرف أن هنالك خطوة أخرى مثلا، وهي كانت في وقت من الأوقات خصوصا مع المركز الدولي في صياغة النظمية، وبدأت أيضا في مراكز أخرى، لكن كان أذكر مرة أحد الفيزيائيين المرموقين هناك بشكل دائم قديان، وهو كان متدفقا حماسا شابا في تلك الأيام، أريوتوساتي. كنا نقف في طابور مجموعة من زوار المركز لتناول وجبة، يعني صف طابور نقول. فحتى كان من بينهم أحد الناس من هيئة الطاقة الذرية في فيينا، لأن المركز تابع هناك اليونسكو، ثم هيئة الأمم. فصراحة لما قال لي أن تدربهم مستوى ماجستير وابعثهم إلينا ونحن نتكفل بالباقي، كان مصدر اعتزاز لي صراحة بصوت أباه الله، صوتا جهوريا كبيرا. معنى ذلك أنه طريق ليس مسدودا، ماجستير ويبحث من جديد، لا، بالشكل كان سلسا للغاية، لولا فيما بعد إساءة بعض الطلبة وأمور كثيرة الحقيقة التي جعلت هذا الخط على الأقل يتباطأ. وحتى وأنا شغلت أخذتني نزعتني مشاغل أخرى. فكما أقول دائما البدايات لم تكتمل، ولكن تنفتح آفاق جديدة وأجيال جديدة. الحديث ذو شجون. منلاحظ أنه جهد العالم هل بالضرورة يحتاج إلى دعم سياسي أو إسهام سياسي حتى يضمن الاستمرارية أو يضمن الدعم المطلوب؟ هو هذه مسألة الاستمرارية، يعني أيضا دائما تضع إصبعك على الجرح وعلى رأس المسمار كما أقول دائما، نقاط المهمة. هذه مسألة الصمود، أنا دائما أقول موهبة مهمة، العمل الكثيف مهم، لكن الصمود قد يكون هو الأهم. أن لا تعطي كل ما عندك سنة كأنك تشتعل تتأجج ثم تهمد وتذوي وتذوب، هذه نقطة دائما كان الخطر كبيرا. حتى الطلبة في نهاية أول سنة عندي بالجامعة الأردنية، كنت متأججا حماسة في التعليم والباحث والإشراف على طلبة الساكن، ينهرطوا في كل شيء من أول يوم. فقالوا لي، تناولوا شاي، تكرم أحد الموظفين ومدنا بشاي، لأنه كانوا مجموعة بعضهم كانوا على الأرض لأنه لم يتسع المكتب لهم جميعا. وقالوا لي ذلك، إذا كان لنا من رجاء أو حتى أمنية أن تبقى وأن لا تذوي وأن لا تهمد، هذه كلامهم، هذا كان كلامهم. فصمود دائما أقول الصمود، الاستمرارية، دون استمرارية لا يوجد شيء. نقطة أخرى، مسألة الساسة، إحنا في دول صغيرة ودول العالم الثالث، يعني إلا ما يكون في قرار من أصحاب النفوذ الحقيقي، ليس النفوذ الزائف، لأنه نحن نظن إذا الواحد كان عميدا ولا رئيس جامعة وكذا نفوذ، هذا لا، ليس نفوذا حقيقيا، هذا ليس نفوذا حقيقيا. صراحة النفوذ الحقيقي أصحاب القرار، أصحاب القرار، صاحب القرار. وأحيانا نكون محظوظين بصاحب قرار معين يتبنى هذه القضايا ويكون ناطقا كفؤا جدا ومتميزا جدا، كما نقول articulate spokesman. وكلمة انصاف، يعني نحن كان لدينا في الأردن واحدا هكذا كان
سمو الأمير الحسن. طبعاً أنا أحياناً يأخذ بيد هذه كلمة إنصاف موضوعية، لا نفاق ولا عين، هذه كلمة موضوعية. كان الملف معه وكان يتابعه وكان على تواصل مع بعض العلماء بالخارج، وهي مستمرة. لكن هذا يساعد، لأنه معنى ذلك أنه بعض الأنشطة التي تقوم بها مع زملائك أو وحدك أو كذا، معنى تؤيد ويكون لك الدعم، الرعاية، ليست الرعاية الخارجية والدعم الخارجي أحيانا يأتي. وهذا ما حدث، يعني إذا تطرقنا إلى تجابر، لكن الحديث يطول إلا ما يكون يمكن سؤال آخر. فهذا يحدث، لكن يجب أن تلفت النظر بطريقة أخرى. الانتقاد عندنا في بلدنا الغالي وفي بلاد بلاد العالم الثالث وللنام عموما، أين المشكلة؟ المشكلة طبعا تكون أحيانا دسائس، هذه تكثر فتحبط. نقطة ثانية، أنه لا يلفت نظر المسؤول عموما إلا إذا أتى بتوصية من الخارج، يعني بمعنى ثاني لا يثقون بحكم محلي، لا يثقون بحكمهم، يقولون ما هو هذا تخصص. لم يأتي من شخص، مثلا أنت تكون من علية القوم على صلة بعالم كبير بالخارج، وعالم كبير أيضا له اهتمامات عامة وحتى مناصب في ذهني وسياسة ليست بعيدة عن ذهني، فهو يقول والله دكتور سين له مقام رفيع عندنا ونستطيع أن نتكلم معه ويتجاوب ويفهم ما نقول وإلى آخره، إلى آخر هذا الكلام. في تلك اللحظة يلفت نظر المسؤول. أما لو وجد أنه ناس عموما، كل من يتفاعل خصوصا الطلبة وهم دائما صورة عامة، حكم أكثر موضوعية من زملائك في كثير من الأحيان. الزملاء كأنهم يتنافسون، خصوصا إذا كان في الموضوع مناصب، يظنون أنك تهدف نحو منصب رئاسة قسم، لا عمادة، لا نائب رئيس، لا رئيس، هذا مطمع الغالبية العظمى. وغير ذلك المنصب، لأنه في امتيازات كثيرة، منصب الدولي، يعني الدولة منصب حكومي، يعني مثلا الكل يهدف، والله أمين عام وزارة أحد الأصدقاء كان يهدف، قلت له لا، لو كانت وزارة نصف مصيبة، يعني على الأقل كل هذه الجهود على أمين وزارة، وتترك عملك الجامعي وتوقف كل ما له صلة مع تقدم علمي ولا تقدمك في موضوع محدد أو كذا. فالمنصب له إغراء خاص. وقيل أنه معظم، أنا لا أعرف، لا يوجد إحصائية وهذه مسائل صعب البت فيها، لكن أنه الغالبية من أعضاء تدريسية في دولنا يطمحون إلى مناصب، لأنه فيها امتيازات، وامتيازات تمتد حتى بعد التقاعد، حتى للورثة بعد عمر طويل. فهذا أيضا عائق، عائق كبير جدا. الكرسي يغري، الكرسي يغري. وأحيانا يقولون المسألة أنه كيف نتدبر أمرنا غير ذلك. فهي منظومة في ثغرات كبيرة فيها، يعني نقول نتقدم، التقدم ليس عبارة عن كلمة، أشياء كثيرة ومنطق كبير وسلاسل من الأمل، يعني هي كأنه هرم في أمور متشابكة. وبهذا السبب أقول التشبيك الداخلي، وأيضا اللغة المشتركة والأهداف إذا خلصت النوايا، أمور معقدة. أنت تأتي بمدربين يدربون كرة القدم، لا تستطيع أن تفعل ذلك بسهولة في العلم. وأيضا يجب أن يكون عندك رؤية في عن الأمد الأبعد، يعني لا أقول البعيد بالضرورة، لكن ليس فقط القريب جدا أو المتوسط، الأمد الأبعد، يعني تركز على أجيال من نعومة الظفر، لأنه أحيانا يكملون المدرسة ولا يكونون قد تأهلوا لشيء، والجامعة قد لا
يعني الجامعة لا تستطيع أن تبدأ من الألف، تريد أن تراكم على الدراسة في المدارس، يحسب أقول سلسلة متكاملة، منظومة سيستم، نظام متكامل. ما في ثغرات كثيرة جدا، والاهتمام بالكم النوعية الأصعب. أيضا في ثغرات كبيرة، الآراء تدخل فيها شتى الأمور والأفكار، بحيث أنه لا تترك الحرية، حرية التفكير للشخص ولو بصوت عالٍ. وأحيانا إذا تكلم بهذا لا، ما في أذى، إذا حجة مقابل حجة، والكل تعلم أنه في انضباط في، أما عدا ذلك فأمور كثيرة. يعني إصلاح العلم لا يأتي بإصلاح العلم فقط، ولا يتم العلم فقط، هو أوسع من ذلك في مسائل كبيرة تخص المجتمع بأسره. فمسألة يطول فيها الحديث، لكن هي مرة أخرى أقول غيب من فيض، يعني هي مجرد رأس جبل الجليد. عندي تعليق وبنفس الوقت أسئلة مشتقة، لكن كلها أسئلة خارج النص. يعني الأسئلة اللي تم إعدادها مسبقا بعتقد راح تحتاج لعدد كبير من الحلقات حتى تغطيها. التعليق الأول يعني من شخص قريب وكان يعني على تواصل مستمر، أدرك حجم التضحية اللي قدمتها في مجالات متعددة، وآخر جملة كانت بتنطوي على كلمة إصلاح العلم، هي كانت إصلاح العلم والمجتمع من خلال تقديم أنموذج في القيادية أولاً وأنموذج في التلمذة، لأنه كان تأثيرك في الأجيال اللاحقة كان تأثير مباشر وغير مباشر، يعني سواء كانوا في إطار التخصص أو في تخصصات أخرى بسبب تعدد اهتماماتك من ناحية وشمولية المشروع اللي أنت بتحمله. يعني المشروع ما انتهى ومستمر وإن شاء الله يستمر لمدى طويل. هاي بالنسبة للتعليق. بالنسبة للسؤال الأول، أنت أعطيت من دون حساب أو من دون حساب ومن دون حدود، وهذا اللي يعني بيدفع الشخص إنه يقول إنه كان في هناك تضحية. لكن هل تعتقد إنه هذا المستوى من العطاء لو تم في مجتمع آخر أو في حاضنة أخرى، هل المردود بيكون من الناحيتين، من الناحية العامة ومن الناحية الشخصية، أعلى أنفع، التقدير بيكون أفضل؟ أولا أنت تغمرني بلطفك، لكنك أنت شاهد في أمور كثيرة، شاهد مباشر، فأقدر كثيرا ما تقول. أنا ما مش مجامل، يعني أنا اتلمذت على منهجك، وبنفس الوقت يعني إحنا أنا وغيري من الناس اللي يعني ما كان ممكن يوصل بيوم من الأيام إلى أي مستوى من الإنجاز من دون الإعداد اللي حصلنا عليه منك أولاً. سلمت. ويعني لما إحنا صرنا نتعرف فيما بعد على مفهوم إدارة رأس المال البشري أو نسميها التالنت مانجمنت، يعني بقدر أفسر التالنت مانجمنت أو إدارة رأس المال البشري بصورة شخصية لأنه عرفناها من خلالك، وبالتالي مش مجاملة. يعني هون المقابلة هاي ما فيها أي مجال للمجاملة، لأنها زي ما تفضلت إنها راح تكون موضع التفكير الناقد، واللي عنده وجهة نظر أخرى يتفضل فيها. على العكس يعني ما تقوم بعرضه أقل من القليل. سلمت. أنا لا أسميها تضحية بالمعنى الصحيح، لأنها دائما أقول أدنى الواجب. الواحد عاد إلى وطنه وترك أمورا معه، وكان من الممكن كما قلت في حلقة من الحلقات، كان من الممكن أن يستمر في هذا الطريق ويصبح واحدا من العرب الخارج، يتطور، ينجز إلى آخره. لكن قلت التحدي،
حقيقي هو من الوطن الغالي. وإضافة لذلك أنت في عندك مفهوم أنا على الأقل له معنى خاص عند التدويت. أنا أعرف يمكن بعض التربويين يستخدمون معنى آخر، لكن أنا التدويت أن تضع شيئا من ذاتك، لم يكن كل ذاتك، شيئا من ذاتك، جزءا من ذاتك في ما تقوم به. التعليم هكذا تريد مسألة العاطفة تدخل، باشن، حماسة، وأيضا الدقة، دقة لا متناهية. حتى ولو قضيت ليلة بكاملها أو ليالي بكاملها على نقطة محددة حتى تتحقق منها، لا يذهب هذا هدرا. يجب أن يكون الدقة، أقول لا متناهية ولا أقول متناهية. أيضا الصدقية، الصدق والصراحة والقيم. يعني العلم يحمل معه قيما، حتى عالمنا العظيم الهيثم يقول أخلاق أولا، قيم أولا، بصورة عامة ثم العلم. وهذا أنا ما أقوله ولم أعرف ما قاله ابن الهيثم إلا في وقت لاحق، لكن في إجماع. إضافة لذلك أنك تفتح الأفاق ولا تفكر بنفسك، إذا أنا بنفسي وماذا أجني من ذلك، ما هو المردود. المشكلة الكبرى في إسقاط، مفهوم الإسقاط، كثيرون حتى ممن يملكون نفوذا ويحكمون عليك، إسقاط، إنه ما في ذهنهم يسقطونه عليك. يعني أنت لا تهدف إلى مصلحة وكذا، هم يقولون ماذا وراء ذلك، الله أعلم، ممكن يهدف إلى منصب بعيد وهكذا. يعني أنا وجدت هذه معكم عدد كثير حتى من الأصدقاء يحز في نفسي ذاك، يبدو أنها طبيعة البشرية، لكن ليست موجودة بهذا الحدة. مثلا المجتمعات الخارج، عشتم الخارج مدة طويلة، ليست موجودة بهذا الحدة، هي موجودة، لكن يبدو أن السيستم هناك بصورة عامة، المنظومة حدت من ذلك. فإذا هي ليست تطعي بالمعنى الصحيح، لكن كان المشروع الأكبر، المشروع الكبير، لأنه دائما تجب والله هذا مشروع، أنا عنده مشروع، هذا مشروع إلى آخره، ولهذه شو هالمشروعات هذه. لكن مشروع حياتي، إنجاز التعبير، هو الطلبة. الطلبة الذين عرفتهم أكثر وعرفونني أكثر، هم عرفوني أكثر، هم طلبة الدراسات العليا، طلبة الدراسات العليا. مثلا كانت ماجستير أولا والدكتوراه بعد ذلك بعقدين أو أكثر. فلهذا السبب عندما أقول إنه وأن الواجب، وهذا هو المشروع الحقيقي الكبير. فالنقطة إنه أنت تتعامل مع لحم ودم بشر، هذا المشروع. يعني هم الذين يتطورون، الذين يعطون الشعلة، إن كانت هناك شعلة، يجب أن تذهب إلى الجيل الجديد ويبقى تتابع مثل سباق التتابع. فهذه النقطة. النقطة الثانية إنه أجمل شيء في الوجود هو أن ترى تلميذا لك يتفوق عليك، كما قيل نيتشا قالها بصراحة أكثر من غيره، لكن أنا على يقين أن قالها كثيرون في تراثنا بزاخر. فهذه نقطة، يعني أنت تبنيت، هم الأبناء الروحيون. وإضافة لذلك أنت تريد، قلنا بالتشبيه، أن تكون على تواصل مع التقدم الحقيقي في هذه الأمور، أن لا تتخلف. العلم بالذات في صعوبة، وهي ممارسة جماعية بالنهاية لابد منها. فإذا تأسيس النواة أو أكثر من نواة، علما بأنه دائما واحد يكون غير راضا بسوء الحظ، غير راضي، لأنه أقول بدايات لم تكتمل، بدأنا أشياء لم تكتمل، لكن كل شيء بدأنا كان في شيء من المغامرة. المغامرة بمعنى أنه أشياء جديدة تنعشك، تحمسك، وكل يوم جديد كأنه تبدأ الحياة من الصفر. فهذه المكافأة الكبرى، هذا المشروع الكبير، الهدف. لم أجد البيئة المناسبة لكثير من هذه الأمور بصراحة، لم أجد البيئة المناسبة، لأن لم أكن وراء أي منصب،
ولم ليس لعدم تسلمت ما يكفي، وأعرف أنها تأخذني من الأشياء الأولى بنظري، اللي تدربت معظم حياتي لأجلها. أذهب يعني بعض الأمور أسهل بكثير، وعند الإدارة أنا إدارة العلمية طبعا والإدارة الفكرية، ليس الإدارة بمفهومها المطلق، إنه أن تأخذ أفضل ما عند العاملين معك. ليس عندك دكتوراه ولا عندك تجهم ولا عندك قامة كبرى ولا عندك جعصة إنجاز التعبير ولا لا، هذا هو السر. إذا نجحت في ذلك تغلبت على كل هؤلاء الذين يكونون كالطاووس يتيهون في الأرض خيلاء. فهذه مبدأ من المبادئ. فحتى ولو المكافآت أحيانا كانت مجزية ماديا ومعنويا، والذي يقول أنا أخيرا ينجح في إقناع كثير من الناس ينتخبونه حتى لمجلس النواب أو لهذا وذاك، فالإعلام أيضا له دور، وهو أنا أعرف أنه موجه كثير من الأحيان، يعني ليس حرا بهذا المعنى. وإضافة لذلك كما قلت، إذا في شهادة من الخارج لها أثر، شهادات محلية لا أثر لها، ويختلط أحيانا الحابل بالنابل، يعني بمعنى أنه في أمور تكون حقيقية كيف تميز بينها وبين الأمور الاستعراضية أو الزائفة، هذه مشكلة عالمية وتتفاقم، هي تفاقمت في ذلك آخر سنوات، نعرف أنها تفاقمت كثيرا وأصبح في لغة خاصة فيها ومصطلحات خاصة وهكذا. فهذا كله بعض الأمور التي تعن على البال، لكن النواة هذه أنت الحقيقة تثلج صدري بكلامك هذا، وأنت تصر أنه صريح وبركت دائما، لأنه معنى أنه لم يضع أي شيء هباء، وأنا على قناعة تامة أنه أي شيء حقيقي لا يذهب هباء، لا يضيع، لا يضيع هدر أبدا، أنا على يقين من ذلك، لا تلمسه، وأحيانا يسبب لك عذابا كبيرا، أنه كما قلت فيها الإسقاط، يظنون أنك تتنافس معهم وراء مناصب ومناصب محدودة إلى آخره، فيحاربونك بضراوة، مجرد حضورك يكون كأنه طلق في رؤوسهم أو في صدورهم فيحاربونك، يعني كأنه حفاظا على وجودهم، أنت تهددهم بطريقة أخرى وأنت لا تفكر بهذه الأمور مطلقا. وأحيانا يحاولون إعاقتك، وأعود إلى مقولة دكتور أحمد زوين رحمه الله، لأنه نفسه عانى من ذلك. كلمة صدق، إنك إنسان مبدع ميال للمغامرة والمخاطرة، وهي كانت سمة موجودة باستمرار. تعقيبا على كلامك، هل بتوافق الرأي إنه الإبداع الفردي أو الإبداع الخاص لابد أن يولد في بيئة أو حاضنة الإبداع العام؟ لأنه ملخص الكلام، يعني ملخص الكلام بدلل على وجود هاي العلاقة. هو موضوع أيضا طويل وشائك، لأنه أولا لا تستطيع أن تتعلم الإبداع، أنت تعرف مثلا من تجربة مدرسة اليوبيل وغيرها، وأنت موضوعك وأنت مبدع فيه أيضا، وأيضا عصامي، لهذا فتحت طرقا كثيرة على مستوى عالمي، فأنت تعرف أنه بعضهم كانوا يأتون من مناطق نائية جدا، كيف يكونون بهذا الإبداع؟ من أين أتاهم هذا الإبداع؟ وأحيانا يكونون بيئة متواضعة جدا، يعني حتى عالميا مثلا من الرموز الإنسانية الكبيرة مثلا بيتهوفن كان في بيئة حيث والده بالذات سيئة للغاية، يعني محبطة وأبعد ما يكون عن جو مناسب لأي إبداع ولأي موهبة. كيف نشأت هذه الموهبة التي تتكلم لنا بعد 250 عاما؟ وقص على ذلك، يعني في كل تراث الأمم، إحنا تراثنا لا نعرفه كثيرا للأسف، لهذا السبب الواحد في عجلة من أمره ويسارع الزمن حتى يؤدي بعض الآخرين
تجاه تراثنا العلمي وتراثنا الإنساني. لكن أنا أقول أمثلة رموز إنسانية أيا كان وأين كانت، عظمة عظمة الرموز الإنسانية الكبرى، إنسانية وليست محلية وليست مصلحة استعمارية مثلا هؤلاء الذين يبطشون بالضائب، لا، رموز إنسانية بحق هي أينما كانت فخر لنا جميعا. فعندما أقول كيف ولد هذا الإبداع، لكن ما في شك أنه معظم البشرية حتى اللي عنده إصابة مثل التوحد، أو أنا أقول إن اللغة قد تخدم لغة الطفل أحيانا كذا، لكن في إبداع في المستوى. وأنت طبعا يعني تعرف في هاي الأمور أكثر مني كثير، أنواع الذكاء المختلفة، يعني الآن وصل عدد أنواع الذكاء لـ8 أو 9، لا رواية في تزايد. المشكلة أننا نحكم مثل أينشتاين إنه السمكة لا تستطيع أن تتسلق حائطا أو كذا مثلا، إذا حكمت عليها من هذه الصفة فهي بين قوسين، لا أحب استخدام كلمة غبية، لكن تعال في مجالها وانظر ماذا تفعل. يعني بمعنى آخر، أنواع الذكاء، وهذا أول كلمة أقولها للطلبة، إذا كانوا مثلا لا يجدون كثيرا حل مسائل بالفيزياء، ليس معنى ذلك أنك لا تمشي، قد تكون ذكيا في أمور أخرى، قد يكون نوع ذكائك البصري مثلا وليس التحليلي، قد تكون ماهرا جدا بأناملك، يعني يمكن أن تكون تجريبيا ممتازا جدا مجيدا جدا وليس نظريا وكذا. لا يمكن أن يجمع الواحد كل أنواع الذكاء. فهذه من أعمق الأمور التي تعلمتها منكم أيها التربويون. وأيضا البحوث في الدماغ هي ستفاجئنا في كثير من الأحيان، لا نعرف شيئا عن دماغنا أو أشياء بسيطة، إنسان ذلك المجهول، عنوان كتاب مشهور لا أحدهم هذا جاهز من توماس كارل، وترجم اللغة العربية من زمان، الآن الدماغ ذلك المجهول. فنحن لا نعرف كيف سيشتغل دماغنا، والآن في مسائل لها علاقة بالذكاء الاصطناعي أو الارتفيشال انتليجنس أو ماشين ليرنينج وهكذا. فهذه إذا أحسننا استخدمنا الحكمة، معنى تتسع مساحات المتاح، الفضاء المتاح للإنسانية. فالآن النقطة إنه إبداع الجماعي، ما هو أنا أؤمن بالعمل الجماعي في كثير من الأمور، لا تستطيع إذا لم يكن عندك فريق. هذه إبداع الفردي، لكن واحد يجب أن ينسى نفسه ويدوب في الجماعة، يعني مثل عملنا هنا في مجمع الوطن، الأصل مجهود جماعي، قد يبدأ أحد، قد يكون هو المتفرد في بعض الأمور، لكن في النهاية هو جماعة، للجماعة، عمل جماعي يثلج الصدر، وبالنهاية هذا هو العمل الذي يبقى. فلهذا السبب في عندك ناطق رسمي باسم فريق، هذا فريق كبير، أن نسميه سبورتس مثلا، فريق في سام منظمة البحوث الأوروبية النووية، يعني فيزياء الجسيمات والطاقات العليا، في ناطق رسمي لأنه عندك آلاف الآن، كان يعني زماني 200 300 كما قلت قبل قليل. فهذا معنى ذلك إنه عندك ناطق رسمي، وعندك قد يكون قائد يعني مسيرة مثل المشرف العام، ويضع اسمه بالنهاية أحيانا، يعني ليس من باب التواضع، إنما هي مؤشر أنا أشرف، لكن أريد أن يبرز هؤلاء الذين نشأوا الآن أو جدد أو في مقتبل العمر أو في مقتبل سيرتهم العلمية والعملية. وأنا لا أريد أن آخذ الأسد دائما، أنا أصر، وأنا وأنا وأنا، كلنا ذاهبون، يعني النتيجة الحتمية لا يبقى إلا وجهه الكريم، إلا وجهه الأكرم. فلهذا السبب النقطة إنه الجماعة هي تبقى المبادئ، القيم، الإشعاع، التتابع، الاستمرارية كما تفضلت وغيرها. فهذه الإبداع يلهم، أنت قد تلهم الإبداع، المعنى أن تفكر بالتعبير الشائع الآن خارج الصندوق،
لا تستطيع أن تحل مشاكل وجه غيرك بنفس النهج. يعني أينشتاين له مقولة مشهورة في هذا، إنه إذا اتبعت السبيل نفسه ونهج نفسه وفشلت أول مرة ستبقى تفشل وتفشل وتفشل إلا أن تفكر تفكيرا جديدا وغيره. وهذا في كل قطاع، في كل أبدا، في قطاع البحث العلمي، في العلم، في الإنسانيات، في السياسة، في إذا في إبداع فردي وإبداع الجماعيات، إبداع أفراد. أفضل ما يمكن تضافر الإبداعات، هذا إنجاز التعبير، في إبداع واحد. الفرق العلمية الناجحة الكبرى اللي فيها تكامل، وليس هذا عالى على ذاك، وليس عبارة عن استجداء كما قلت، لا، إيهاد الناجح أكبر. وهذه بحاجة نفس طويل. لهذا السبب أقول دائما نفكر الأمد القصير، أمد المتوسط بعيد. أما اللهات وراء المؤشرات تفرض علينا والله إحنا هذا العامل التأثير لكذا، أنا أفسر عامل التأثير كثير من الأحيان، خصوصا لما يكون متورما جدا أستطيع تفسيره. وأي واحد منصف وأمين حتى ولو كان يدين نفسه سيقول لك ذلك، تستطيع أن تفسره، وتستطيع أن تفسر منزلة الجامعات في هذه. أنت تستطيع أن توجه نفسك بحيث أنه يكون في خواء من داخل أو شبه خواء، لكن يكون علاماتك المؤشرات هذه عالية جدا. أما الشيء الحقيقي، شيء من ذواتنا، نبدأ تاج إلى نفس طويل وإلى شخصيتنا. يعني ليس عالميا بمعنى المعاني طبعا، لكن في أساليب معينة، في طرق معينة، في خيارات محددة وهكذا. هذه الأصالة تأصيل والتأثير، معنى تأصيل. فهذا الذي أطمح إليه. لهذا السبب أقول منظومة متكاملة تعرف تراثك جيدا، حد أدنى جرعة من تاريخ العلم، جرعة من فلسفة العلم. أنا أتكلم من أهل العلم والفيزيائيين بصورة خاصة. إضافة لذلك يكون عندك رؤية تواصل، أنتم ورثة أسلافنا العظام، وليس الأوروبي وليس كذا. هذا الشيء الطبيعي، شيء في دواخلنا، وليس مسألة ماضوية أبدا يا جماعة، ليست مسألة ماضوية. قالها أحدهم مشتغل بالفلسفة، وقال آخرون أهل العلم، وقال وقال وقال. لا أهتم لما يقولون، لا أهتم. تعال أبرز علماء الخارج في أمريكا وغيرهم الذين اهتموا بتاريخ العلم، تاريخ علمهم. إحنا لمن نترك؟ نبقى هكذا جزء من وجداننا، هذا جزء من شخصيتنا، ذواتنا. كذلك اللغة، اللغة طبعا لغتنا الأم. أنا لا أقول أصبح متخصصا فيها، هذا مسألة التخصص طويلة وبحاجة إلى بيئة متكاملة وغيرها، لكن أنا أقول ننطلق ونعرف كيف نكتب، كيف نعبر، كيف نتحدث إلى طلابنا دون تلجج بلغات سليمة على الأقل لم تكن فصيحة. وتراثنا العلمي في وجداننا منظومة متكاملة. أيضا لا ننسى مصلحة عليا بكل معنى الكلمة، لا ننسى وطننا، لا نسأل ماذا يقدم وطننا إليه كما تقول المقولة الشائعة، إنما ماذا نحن نقدم، أو ما كيف نقدم، أو ماذا نقدم إلى الوطن. هذه الأول كما قيل في كل زمان ومكان. فهذه جزء من مبادئ، والمبادئ صعبة في بيئتنا يعني أن تتمسك في أحيان، وأن لا تكون أيضا جاسئا كما نقول في الفيزياء، يعني جامدا أبدا ومتزمتا. لا، الإنسان أهم شيء، ويجب أن تراعي الواحد، يراعي النفوس، و دائما يسأل نفسه من أنا؟ اليوم أنا هنا، غدا لا أكون، من أنا؟ حتى أعمل أستعرض وأقول أنا أفضل، وأنا من أنت؟ من أنا؟ يعني من أنا؟ من أنت أيها الأمام، شخص الأمام، ومن أنا؟ يجب أن يفكر الواحد هو جزء من كل، ومهما بذل من جهد أقل مما يرضى به، أقل بكثير. يعني أنا قلت فقط البدايات، لكن بدايات لم تكتمل للأسف، هذه حسرة كما قلت قبل. شكرا جزيلا. قد
نأخذ السؤال الأخير لحلقة اليوم، وهو لأنه كثير الموضوعات، وبعتقد راح نحتاج لعدد كبير جدا من الحلقات حتى نغطي محاور مهمة جدا وعلى درجة عالية من الأهمية. أنا بين الأيادي، أنا بين الأيادي. بدك تسلم، الله يخليك. يمكن السؤال الأخير بدور حول ميزات الشراكة مع مركز سلام الدولي للفيزياء النظرية في ترياستا بإيطاليا، وطبعا مقارنة مع غيرها من الشراكات، وخاصة إنه مثل ما تفضلت إنه هذا النوع من الشراكة كان له دور في تأطير التعاون الدولي ما بين الأردن وكثير من الدول الأخرى أو المؤسسات الأخرى. هذا جزء مهم قد يكون لهم في حياتي. أحاول أن أختصر لكن قد أصطفي. أول لقاء كان لي مع عبد السلام، محمد عبد السلام، هو باكستاني طبعا ولم ينسى ذلك مطلقا، إنما هو أيضا نتاج الفيزياء الإنجليزية إنجاز التعبير، تتلمذ في كامبريدج وعمل في إمبيريال كوليدج. كان طموحا جدا ودائما يفكر بالعالم النامي عموما، خصوصا العالم الإسلامي والوطن العربي، ماذا يستطيع أن يقدم؟ عنده هالرؤية، ونجح في إقناع مسؤولين بهيئة الأمم وغيرها تأسيس مركز دولي للفيزياء النظرية. فيزياء النظرية، ليس الموضوعات البيئة أو التي تجذب الساسة، هذا فيزياء النظرية، ونجح. وكانت النواة 62، بدأ 1964، يعني عام 64 1900 بدأ بحق. أنا طبعا كنت ذلك الحين في المدرسة الإعدادية، لكن أول لقاء كان عام 76، مثل هذه الأيام، شهر شباط فبراير، لما كانت فترة إجازة بين فصلين بعد أول فصل لي بالجامعة الأردنية. كان عندنا ما يسمى اتفاقية فدرالية، Federation Agreement الحقيقة، ليس فدرالية، Federation Agreement مع المركز، إنه في عنا 80 يوما مثلا بالسنة بعض أعضاء التدريسية يختارون حتى يذهبوا هناك، والنفقات بين الجامعة الأردنية وبين المركز. فألحوا علي أن أذهب، طبعا كان لهم دافع آخر لا أريد أن أذكره، يعني يريدون أن أبتعد قليلا حتى ينفذوا شيئا معينا، للأسف دائما. لكن كانت رحلة مفيدة جدا، لأنه في الشتوية في الشتاء يكون عدد جمهور المركز، عدد العلماء الذين يعملون هناك بتلك الفترات يزورون المركز أقل بكثير من الصيف. الصيف يحج عجا، يعني في حشد دائما أينما تذهب. هنا لا، في هدوء نسبي تستطيع أن تنجز. و كانت مفاجأة صارت لي، المركز، النظام السائد فيه، المكتبة المتخصصة، حتى صورت الكثير للطلبة، كمية كبيرة، بعضها إحدى الموظفات وبعضها أنا. وأيضا وجدت الكتابة، تلك الأيام لم يكن هنالك لابتوب حضون أو حاسوب حتى تطبع بنفسك وهكذا، لا، كنت تكتب بخط اليد وتعطيه لي مكتب في المركز. أذكر دائما في صبيتها على مدى السنين، أن تتغير الوجوه لكن النظام يبقى، فبكفاءة عالية، وحتى في وقت من الأوقات يراجعون المراجع التي تسوق ويدققون فيها وهكذا. فجئت أيضا حتى الإدارة الموجودة، أذكر بخير وأعرف الأسماء لكن لن أذكر كل الأسماء، لكن سنحت لي فرصة أن أجلس طويلا مع عبد السلام. أول لقاء طلعت موعدا وقال
رأساً، كان الرد على طول، وكانت يمكن ساعة ونص، يمكن ساعتين دون مبالغة، لأنه ما في إلحاح على مقابلته. أخذت راحتي، وهو أيضاً هو أراد أن يتعرف، وحتى تحدثنا عن مخططات فاهمين دايجرامز وأشياء، لأنه نظرية الجسيمات متعددة، أنا دائماً أصفها بأنها الصيغة، لها نظرية المجال الكمومي اللي هي غير نسبوية وأيضاً طاقات منخفضة نسبياً، ولا هي الصيغة، هي لغة مشتركة. وبدأت أتحدث عن رؤيتي وعن كذا، أنه ليست فاهمين دايجرامز هي الهدف وهي الهدف الأخير ولا سدرات المتلا، في أمور أوسع وأكثر. وأيضاً في كان تناغم كبير، تناغم كبير، لأن التجارب البدايات في بلدنا كانت واحدة، وكان مهتما جدا أن يعرف، وكانت مثمرة، ليست فقط رسخت في ذهني وعرفت دواخله. لهذا السبب بدأت أقول هو إنسان، أولا إنسان عظيم، بعد ذلك فيزيائي كبير، لم يكن قد حاز جائزة نوبل. أنا أتكلم عن 76، فلم يكن قد حاز جائزة نوبل، إنما كان الكل يعرف، مع أنه كان يعاني من تحيزات كبيرة ضده. يعني من يقول أن العالم الفيزيائي أو العلمي خلو مثل هذه التحيزات، معنى لا يعرف شيئا. وكان دائما جائزة نوبل أيضا أحيانا بحاجة إلى لوبي، إنجاز التعبير، معنى ثاني ألفت نظر، أن تضع نفسك في المقدمة وتعتقد أنك تستحق. طبعا لم يكن هو وحده في مسألة توحيد القوة، خصوصا هو الكهرومغناطيسي والنووية الضعيفة، لم يكن وحده في الميدان، كان في كلاشو وواينبرغ، وثلاثتهم حازوا جائزة نوبل عام 79، بعد ذلك 3 سنوات. إنما واضح طريقة تفكيره، واضح أيضا النقاط، يعني في ماذا يدور في ذهنه، متجه نحو العالم الثالث كذا هاجس. وفوجئت أيضا من المركز، هذه أثرت فيه كثيرا. يعني إذا تسنى لي وقت في يوم من الأيام أن أكتب عن عبد السلام رحمه الله، لأنه برأيي لم ينصف لا من وطن العربي ولا من عالمنا الإسلامي، لم ينصف لأسباب بعضها واضح، لكن أشهد بأنه كان مخلصا لأصله وفصله، أشهد بأنه كان مارس عقيدته وديانته دون أي تشويه، دون أي تدخل، دون أي تراجع. وأيضا أشهد على عمقه وعلى أصيل، يعني كان دائما يقول طبعا أنا أحبكم أيها العرب، طبعا أنا أحترمكم، لأن الرسول الكريم كان عربيا، كيف لا؟ وهذا دائما كان يذكرها. فإضافة لذلك طريقة استشهاده بالآيات الكريمة كانت تروق جدا للناس غير المسلمين وحتى الغربيين عموما، يعني متألقة، تنبض بحياة خاصة بطريقة ماهر. وكان أيضا مهتما بالتراث، مثلا سارتر، كتاب سارتر مقدمة في تاريخ العلم، هو سمى كذا قرن، 8 قرون، كل نصف قرن اسم واحد من علمائنا، مثلا أصل رزم، أصل كذا، أصل كذا، أسباب. فكان متأثرا جدا، دائما يرجع إلي ونقارن ملاحظات حول هذا الموضوع في اهتمامات مشتركة. الهيليوم، لما ذكرت الهيليوم مثلا، يروق له لأنه فاهمين أيضا وغيره علماء لاندو، فهو لم يعمل به لكن مهتم به، فهذا كان مؤثرا، ووجدت من العلماء الكثيرون. فعندما عدت إلى الأردن بعد ذلك، بعدها ببضعة أسابيع، 3 أسابيع أو شهر، وجدت دعوة، طبعا كان بريد العادي، خط، لم يكن بريد إلكتروني وهذا من هذا القبيل، فهو وجدت دعوة من لزيارة على نفخة المركز بكل معنى الكلمة، يعني أكون مثل زميل أو أسوشيت يسمونه،
أسوشي في المركز لتلك السنة. ذهبت، تعززت الأواصر وبدأت أقابل علماء كبارا، بعضهم حمل جائزة نوبل، وبعضهم الاتحاد السوفيتي السابق لم يكن قد انهار بعد، ولا يعرفون مدى شهرتهم، يتحركون بتواضع وبعدم ثقة، ويتعجبون عندما أقول ما شاء الله على إنجازك بيتيافسكي كذا، أسماء كبيرة، أسماء كبيرة. حتى نستمع إلى أسماء، مثلا أذكر المدرج الرئيسي مبنى يعج عجا مرتشدا بالفيزيائيين، وأنا منهم، ليفشيتس اللي هو زميل لاندو في العمل الضخم كورس أوف ثيوريتيكال فيزيكس، مقرر كامل للفيزياء النظرية كذا مجلد، فيما بعد انضم بيتياسي، كلهم علماء كبار، لاندو حاز جائزة نوبل 62، لكن كان لم يتسلم، وأنا في حادث ذهب وتطرقت إليه في حلقة الماضية، وفي عام 68 مأسوفا عليه. ليفشيتس كان هو الذي يكتب، سألته السؤال عن هذا وأجاب، كان في أسئلة كثيرة أخرى من ناس ثانيين من فيزيائيين آخرين، قال لي هو اللي قال في رد إن هو كان يكتب، لكن الأفكار والأسلوب لاندو مثل فانكان كانا يحبان الكتابة جدا، لما يكتبان يعني المهم الأفكار والتسلسل وكذا، لكن عملية الكتابة نفسها تركها لليفشيتس. كنا نتعامل ونتفاعل علماء كبار. فيما بعد يعني عبر السنين كثير منهم، وحتى عندما أسست يمكن الحلقة القادمة المدرسة الدولية للفيزياء، الفترة مدرسة الفترة الدولية للفيزياء احنا أسسناها، كانت في أوجها وعصرها الذهبي كان في الثمانينيات، لكن تميت بهذا اللقاء وبعده، واهتم عبد السلام كثيرا في الموضوع. وعبد السلام حاز جائزة نوبل 79، وبعدها في أول تخريج أول فوج في اليرموك، عنت الفكرة على الدكتورة أنها مدرنا فكرة مبدعة، أنه أول دكتورة فخرية له اسمه الأمير حسن، كان ولي العهد آنذاك، فلم أستطع الحضور، حضرتها على التلفزيون كاملة، فكل منهما تحدث بكلمة، وهناك بدأت فكرة مدرسة الفترة التي قد نتحدث عنها في حلقة أخرى إن شاء الله. إنما هذا لاحظ كم أثرت اهتمامه الشخص، دائما لقاء ولقاء طويل، وأحيانا لقاء مع عدد من زملاء من دول شتى، ويهتم كثيرا. مثلا حفاوته كانت كبيرة عندما أنجزنا المجلد الأول من الفيزياء الكلاسيكية والحديثة، الكتاب الضخم اللي أنت كتبت عنه وكثيرون كتب عنه، وكان تحديا لقدراتنا في الكتابة وقدراتنا في الترجمة وقدراتنا في الطباعة حتى. ونجحنا، ووصفوا الكتاب الترجمة العربية أفضل من الأصل في كثير من الأمور، ليس من عندي، أنت شاهد على ذلك. فهو حفاوته أول نسخة، حتى كان التجديد لم يكن قد اكتمل بالمعنى الصحيح، احتفظ بها وأشاد بها ويذكره بكل مناسبة، قال هذه الخدمة في النهاية، لا أريد الفيزيائي أن يبقى فقط والأشياء التجريدية وكذا، لك وطن، هذا وطنك إلى آخره. أيد ذلك بحفاوة، وأيد أيضا الاهتمام بالتراث العلمي العربي الإسلامي. أنت تذكر مفهوم الحرارة في تراث العلمي العربي الإسلامي، فؤاد تفال وكان طالب ماجستير وهما مصير، واسمك في معنى أنك ساهمت في متابعة مع المطابع، مررنا بأربعين تجربة، أربعين تجربة مطبعية، يعني روفا 40 تجربة مطبعية، لأنه لم يكونوا بالمهارة صف العادي أن يتقنوا ما نريده تماما. الآن الدعم عندما استأذننا معهد التراث العلمي في حلب لأنه نشر هناك أول مرة مطبوع في كراستنا الخاصة، أردنا بعض الدعم، فذكرت له، قلت له أنه عندنا كذا عمل، لم يسألني عن أي شيء من ثقة، قال لي كم تريد؟ هل $1000؟
تفي قلت تمام، الدولار وزياده، ما يبقى رابطه الفيزيائيين الاردنيين، انا ذاك نشرناها باسم رابطه الفيزيائيين الاردنيين كما تذكر. فراسا اتصل مع سكرتيرته وقال لها اريد $1000 نقدا كاش في مغلف لا فلان وهو عندي الان ابدا في خلال دقائق، وقلت لك ذلك حين. فنحن مدينون له، وهذا جزء بسيط مما يفعل، يعني حتى الثقه، حتى كان في اشياء لا تذكر عاده، مثلا كانت بعض المجلات تطلب رسما في رسوم للنشر، هي من احسن المجلات العالميه، لم يكن احسنها على الاطلاق، لم يكن هذا تهافتا، اما لانها لا تدعمها اي مؤسسه تجاريه ولا ناشر تجاري، مثلا مثل فيزيكال ريفيو امريكان انستيتيوت اوف فيزيكس، يعني كل الاشتراكات ما عندها موازنه الا اشتراكات الاعضاء. فساهم بعض الذين دعاهم الفيزيائيين الامريكان مارشاك وغيره الكبار، عندهم كلمه مسموعه، أقنعناهم، أنا حضرت الاجتماع في المدرج مع غيري، أقنعناهم أن يعفونا من هذه الأقساط ونجحنا، يعني بدلا من أن ننتظر سنة ونصف للنشر عمل مقبول لأنه لا ندفع الرسوم أو لا نستطيع الرسوم، لا ندفع شخصيا، إنما الجامعة وكذا، لم يكن هذا فيما بعد، كان لفترة معينة وعاد ويلغى ويعود ويلغى. أما هناك لما كنت إجازات تبرع المولى، وهناك دائما في موازنة خاصة مثل هذه الأشياء دائما جمع، فأقنعناهم أن يعفونا بدلا من أن ننتظر سنة ونص، لا انتظار عادي لا تؤخذ ضدنا. والهنود استفادوا كثيرا من الهنود، كان لهم وجود واضح، أوضح بكثير منا، وأوضح من باكستاني، وأوضح من العالم، يعني حتى طريقتهم في التفكير وفي المستويات وماذا يهدفون. للأسف نحن لم نلتزم بكل هذه الأمور كما يجب، وحتى الباكستانيون في تلك الفترة وفترة ما في، فهذه ليس هذا فقط، كان في مدرسة ما زالت مشهورة تعطي الدكتوراه سيسا، مدرسة بمعنى الواسع العريض، تعطي، هي ليست مفصلة لنظامنا، يعني كما النظام الأمريكي، يعني إحنا الطالب خرج ماجستير لا يجد غربة كبيرة في الولايات المتحدة مثلا، لما؟ لأنه نحن متأثرون وموجهون، بحيث أن الطالب كأنه في مع خلاف البيئات وغيرها استطيع يكون قد تأهل إلى حد ما، على الأقل درس بعض المواد. هناك يختلف خط آخر، مع ذلك إذا الواحد حصل منحة كاملة تكون مغرية، وأيضا المستويات مغرية، خصوصا في بعض المواد، مبدعون في بعض المواد مثل مونتي كارلو كالكوليشنز، كانوا روادا في جوانب منها، فكانت العلاقة قوية مع عبد السلام والمسؤولين هناك بلا استثناء. في المؤسس الآخر بودينش، كان يعني يسمي نفسه بوديني لكن من أصول سلافية، أصبح بودينش وعمر كثيرا، يعني توفي بضع سنوات، فعرفتهم تماما، دائما دائما يسحون المشار، أتكلم فيزياء وأيضا عن الرؤية، عن الرؤى، وإضافة لذلك كما قلت يقولون لي مثل ما قال أريوتوساتي أنه أنت دربه ماجستير وبعثهم إلينا دائما في مكان. وأنا أذكر يعني في اليرموك حتى أذكره بالاسم، أو يعني عدد منهم، لكن دكتور أميز عبد الله قطيش، السبب في اليرموك، السبب طبعا هو أصبح أستاذا من سنوات، السبب أنه كان أول أردني وأول عربي يجتاز بنجاح هذا، لأنه أبئ قوي ثقيل مواد، ويعني أنا أذكر حتى علقنا على نحولته، أصبحت نحيلا جدا يا عبد الله، نقول من كثرة
يصل الليل بالنهار. لكنه أنا أذكر، بل يسامحني، كنت على تواصل مع الشخص اللي المفروض أريوتوساتي، وقال لي إحنا صرفنا كل منح للطلاب الأجانب غير الطليان، لكن استثناء يعني من ثقة عن تدري، مع أنه لم يكمل الماجستير، وفقط أخذ أول سنة مواد، أخذ معي مشروع البكالوريوس، حتى لا أزال أذكر العنوان وهو يذكره وأذكره به عندما أدعو لمناقشة الطلبة. عهد قريب يعني السنة الماضية مثل هذا الوقت أو قبل، كان عندما مناقشة الدكتوراه ودعوته، ودائما أذكره بهذا. فأنا كنت بانتظار في مكتب تسار، واجتماع انتهى الاجتماع، فأتى يبشر قال استثناء أعطيناه منحة من منح الطلبة الطليان. فهو لما تخرج طبعا يرموك، وأنا برأيي كان مكسبا، لكن كان التدريب في الكمبيوتيشنال فيزيكس، تخصص الفيزياء الحاسوبية يعني، وتخصص صلب التخصص، ليس فقط هواية الواحد يتسلى أو يستعمل الحاسوب استعمال عادي، لا، هو تخصصه، لأنه في فيزياء تجريبية وفيزياء نظرية وفيزياء الحاسوبية بين يعني تجري تجارب على الحاسوب، محاكاة وغيرها. فهذا كان، وبعده كذا طالب، لكن لم يكن معظم الطلبة ناجحين بهذا الشكل بسبب على الأقل من الطلاب الذين أشرفت عليهم أو ذهبوا عن طريقي. لكن أردت أن أقول أحيانا بتليفون، بمكالمة هاتفية واحدة الطالب يقبل، أحيانا بتوصية معينة إلى عهد قريب يذهب. وأيضا أمثلة كثيرة يعرفونها، كانت تجربة حتى كتب عنها الدكتور عبد الله قيش في مكان ما، وجدت عن اللغة الإنجليزية عن التجربة هذه، كانت غنية جدا، وأنا مدين لهذا المركز العظيم. إضافة لذلك في بعض الفيزيائيين الآن يعني صور على حيطان الثمانين من عمرهم المديد إن شاء الله، حتى تجاوزوا ذلك، وأنا على تواصل ما زلت بعضهم. وأيضا أجرينا بحوثا مشتركة يعني بندية كاملة، طبعا ما فيه أنه تأتي تدخل وتخرج ببعض الأعمال وأنت لا تعرف كيف دخلت وكيف خرجت وماذا فعلت وماذا فعلوا، لا، يعني أفكار متدفقة، كتابة، علاقة ندية، ونشرنا كذا مع بعضهم. وأيضا تعرفت على عدد آخر من حمل جائزة نوبل لما أسسنا مدرسة البتراد والفيزياء، كنت دائما أذهب في الصيف وأجند جاز التعبير وقتي لدعوة علماء كبار. أذكر آخر واحدة بالثمانينيات يعني تسعين كانت، لكن العمل بدأ بنهاية الثمانينيات، دعوت أحد حمل جائزة نوبل شريفر مشهور في سي اس بالفيزياء، يعني باردين كوبر شريفر، هي أفكار مبدعة بتفسير ظاهرة الميوعة الفائقة كما نقول، أو الموصلية الفائقة سوبر كوندكتيف سوبر فلويدتي. عقدنا عليها نهاية الثمانينيات مدرسة كاملة تتراجع مؤتمرا كاملا حولها، فقبل الدعوة، لكن حصفت بنا حرب الخليج الأولى، العراق عندما أزل الكويت واستدرج حتى يزل الكويت، وحصل ما حصل للأسف، بداية نكبة كبرى، نكبة قومية كبرى، يعني إحنا أصل نكبات لما الولد الواحد، لكن كان النكبة كبرى، هذه أظن أثرت، معظمهم قالوا لا نستطيع، يخلطون، لا يعرفون الأردن والعراق، وكان أي منطقة كلها ملتهبة، فأثرت فينا. لكن على الأقل وقبلت في الأندرسون توفي من سنتين، يمكن عملاق زيان حالة المكثفة في النصف الثاني من القرن العشرين، قبلت وتحدثنا معه، كنت مع زميل لي، نشرنا عملا معا يصيب البسكر عنه، وهندي من جامعة مشهورة بنغالور في الهند، لها تقاليد رفيعة رعاية الشأن. وفيما بعد عمل معه في الأندرسون
بي دبليو أندرسون مشهور جدا لأهل الذكر، و يعني الواحد يتعامل مع هؤلاء معظم الوقت، ودول عرفت ماذا يجري في أفريقيا، ماذا يجري بشبه القارة الهندية، عرفت ماذا إلى آخر، تواصل مستمر، تشبيك، نعود إلى التشبيك، بدلا من التشبيك، والآن سؤالك الأخير، نعود إلى التشبيك، مركز الفيزياء النظرية. وأيضا بعدها بسنة أيضا دعاني عبد السلام، ثم دعاني لأن أكون سوجيت لخمس سنوات، فيما بعد أصبحت ست سنوات، يعني لا أقلق من ناحية التمويل، السفر والإقامة حتى المياه ومات مزية أكثر من أي اتفاقية ثنائية بين جامعات في بلادنا وبينهم. وكلفت العمل عن Physics and Development، كان له تأثير بحمد الله. وأيضا طبعت في مخطوطات الأولى وقدمت للنشر من فريسكا، تجدها في الهوامش في الأعمال المشيرة. وإضافة لذلك دائما في المكتبة تأجج الأفكار، مواكبة أمور. ولا أنسى أيضا أنهم تكفلوا لما لم يكن ازدحام كبيرا في وتفرع كثيرا، أنه مثلا يعرفون لدي مؤتمر في جرنوبل فرنسا سنة 78، كنت هناك، قالوا لي نحن نرتب السفر حتى درجة أولى في القطار من ليون ونوبل ليون حيث السفر رأسا فيستا عن طريق ميلان. وهذا كله أولا هم يتدبرون الأمر، ثانيا هم يمولون، فهم كل شيء، يعني كأنهم يهجلونك كثرة الأضاء. إنما كان هذا محتملا، وحتى ساعدوني في حضور مؤتمر سنة 81 في أمريكا، مساعدين عن فيزياء الحرارة المنخفضة وبالغات الانخفاض. بمعنى آخر، لاحظ كيف الطلبة عندهم منفذ، التشبيك مع علماء بعضهم مع كبار. المؤتمر الأول بالفيزياء آنذاك، فترة دولية الفيزياء، دائما يمدوننا ليس فقط بتمويل مباشر، دراية مباشرة، ويراقبون ذلك ويساعدوننا حتى في الملصقات، في إعداد ملصقات بوسترز وغيره. عندهم كان آلية هناك، وكل الأجهزة متوافرة وكل العدة متوافرة، مثلا سنة 85 على وجه التحديد عن الليزر، نظرية والتطبيقات. تحدث أحدهم عن الأوبتيكال فايبرز، عن الألياف الضوئية. كان سمو الأمير حسن ولي العهد، كان وزير الطاقة دكتور هشام خطيب، والوكيل الأمين عام وزارة الطاقة دكتور إبراهيم بدران، أذكرهم بالاسم لأنه لا تنسى. بعث لي على ورقة صغيرة الأمير، أريد أن أحضر، كانت الجلسة الختامية، وكان في الجامعة الأردنية لي ورشة عمل وكنت حاضرا، وقال سأحضر. دائما عادته الجلسة أحيانا الافتتاح، لكن معظم الوقت الجلسة الختامية، كنت دائما لا تؤاخذون أترأسها. كان علي وقت ضيق جدا، يعني ساعة زمان. فواحد من جامعة سنت أندروز قبل أن يلخص من الفيزياء فيها، ماهر جدا خصوصا الحديث لغير المتخصصين، قلت له أرجوك تحدث عن أشياء يفهمها الشخص العادي اللي مواكب، اللي عنده رؤية، اللي عنده فهم واسع. فأعطى محاضرة عن الأوبتيكال فايبرز، وسمو الأمير الحديث له إنه هذا الذي جعله هو والأصحاب الشأن اللي معاه، إنه بالنسبة لوسائل الاتصال بدلا من الكابل كيبل التقليدي اللي هو كوأكسي يسموه، متحدة المحور، يعني اختاروا الألياف. هو الذي يعني أنت تجد على مكتب الأمير حتى اللحظة في زجاجة جزء منها أوبتيكال فايبر، الألياف الضوئية، دائما هو يتحدث فيها. فقال وفرنا على الخزينة عامة آنذاك 20 مليون دولار، وهكذا التقديرين،
لاحظ التأثير، لاحظ كم أثر الحديث للطلبة الذين كانوا طلبة، بعضهم حصلوا على منها الدكتوراه وغيره من هذه، وآخرون كان أول تماس بالطريقة اللي تحدث فيها فيزيائي عالمي يعني متمرس وبلغة مستفيضة، وتمكنا حقيقة إلا أحيانا خصوصا الأحداث الجسام اللي كانت تحت منطقتنا، منطقتنا حوالينا أثرت سلبا كثيرا وانقطعت ولها قصة أخرى فيما بعد وحيات، لكن بطريقة ما زالت باهتة كان عاصر الثمانينيات خصوصا 85 وصلنا للأوج، وصلنا للأوج ويجب أن نتحدث عنها في حلقة، لكن هذه كان دعم المركز كبير. لاحظ لاحظ أنواع الدعم، يعني تشبيك بكل ما عن كلمة، الطلبة كان لهم منفذ، هذا المؤتمر الدولي، الاتصال لأنه محمد عبد السلام كان صديقاً أيضاً سمو الأمير حسن، وفي قصة طريفة سنة 85 وجدنا أن موازناتنا قاصرة ب5000 دولار، كانت مبالغ بالنسبة إلينا يعني لها قيمتها، لم يكن دينارنا لقد انهارنا، فالدينار 3 دولارات، ف5000 دولار ليست كثيرة يعني من منظورنا الحالي، لكن كانت كبيرة. كان الوقت صيفا، أي السنة المالية خلاص أغلقت تقريبا، ما في أي شيء فائض في موازنتها، موازنة المركز. فقلت له لا نستطيع أن نجد ال5000 دولار من أي جهة، يعني كل جهة أعطتنا ما أعطتنا وانتهى الموضوع ونحن بحاجة. فقال عندنا مشكلة، اتصل بالمدير يعني وقال له إنه لا نستطيع الآن، استنفدنا كل ما عندنا حتى آخر دولار. فقال لي لكن في فكرة، أنا سأقابل سمو ولي عهدكم، أقابل ولي عهدكم في فيينا بعد يومين 3 أيام، عندك مانع إذا طلبت منه؟ قلت له لا، عكس هذه فرصة أن أتعرفها تماما، تحدثت قليلا أنه كان يسمع من هنا وهنا، تحدثت عنه يعني ما أعرفه، فكانت تحت الرعاية لما أبنى المركز، ليس فقط رعاية المركز إنما رعاية أبي حسن أول مرة بشكل مباشر، لأنه الفكرة ستحدث عنها إن شاء الله في حلقة المقبلة، فكرة يعني كانت 81 ولكن 85 بلغنا الأوج حتى إعلاميا، أوعز للإعلام أن يعطونا اهتماما باللغتين العربية والإنجليزية، هذا جزء من ديننا نحو المركز، الأفق الأوسع، التمويل المباشر هذا، وفعلا هذا ما حدث عندما عدنا إلى الأردن في مناسبة جمعية علمية ملكية، قال لي تشريفات أريد من يأتي أن يزورني غدا أو إلى آخره، فذهبت وفعلا كان 5000 دولار موجودة. هذا كله يدل على تأثير المركز وعبد السلام، حياة عبد السلام بالذات فيما بعد أثر، كانوا أصدقاء في وقت من الأوقات أنا أعرفهم، لكن أفتقدهم لأنه غير الأجواء، الرؤية، القلب والعقل كان معنا على طول، حتى المستويات الرفيعة يعني دراك اللي هو نيوتن وقلل الحقيقة بالفيزياء، دراك أنا كنت بين حضور في المدرج إياه المحتشد عندما أعطى محاضرة عامة عن نظرية أثيرة لدي ولخص مجمل حياته العلمية في أول 5 دقائق بصوت التجوخنين، كان نهاية عمره، كان قد بلغ يمكن ثانية التجوخنين وتوفي في وقت من السنة نفسها. قبلته حدثنا عن بعد لأنه كان قليل الكلام أصلا حتى من ما يعرفه، وقس على ذلك حديث يطول، هذا جزء من كل وغيب من فيض. شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين، شكرا على متابعة هذه السلسلة من الحوارات الشيقة والرشيقة والممتعة مع أخي الحبيب وأستاذنا الإنسان والمبدع.
هذا الإنسان العالم الذي يقدم بلا حدود. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة مع الأستاذ دكتور همام بشارة غصيب، ودمتم سالمين. شكرا لك وللمشاهدين والمشاهدات، وإلى اللقاء. أحييك وأحييهم. سلام.